هبدأ بأول حاجة اللي تاخد وقت مننا كبير، لأن اللازانيا هنا نية زي ما حضراتكم شايفينها كده، بنشتريها من أي سوبر ماركت بالشكل ده كده، بشكل مستطيل 3 × 9 تقريبا أو 3 × 10 تقريبا أو 5 × 10 الحجم بتاعها. اللازانيا طبعا شكلها معروف، في منها الأخضر وفي منها الأبيض. الأخضر ده بيبقى واخد طعم السبانخ عشان نبقوا عارفينها، في ليفر السبانخ. البيضة دي طبيعي زي أي نوع مكرونة. يفضل طبعا ان احنا نعمل ديت بالسي فود، هتبقى شكلها حلو وطعمها حلو كمان. تعالوا نشوف مقادير اللازانيا بالسي فود على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. لازانيا باكو 2 حسب عدد افراد الاسره، معانا جمبري لحم وكاليماري وسمك فيليه قشر بياض وبصله ناعمه، تومه ناعمه، معلقه مستارده لطيفه، صوص طماطم حسب الرغبه، اذا حبينا عايزينها بالوايت صوص حسب الرغبه. المقادير لا تتعدى اصابع اليد الا 10 على الشاشه. جمبري لحم تاني واللازانيا والبصل والثوم. هنبدا باول حاجه تحضير السي فود، تجهيزه. بس خلينا نتكلم قبل تحضير السي فود على حاجه. احنا ياما كتير عملنا البشاميل وعملنا الوايت صوص. لما تيجي تعملي اللازانيا نيه، قاعده المغازي بتقول ايه؟ طهويه. في حاله عمل البشاميل هنا في شقين، إذا هنستخدمه مع خضار زي كوسة بالبشاميل، سبانخ بالبشاميل، خضار بالبشاميل، لازم البشاميل هنا يكون تقيل لأن الخضروات بتنزل سوائل، فلازم هنا يبقى فيه موضوع إن البشاميل لما يكون تقيل عشان السوائل لما تنزل يبقى فيه عملية تنسيق وعملية نسبة وتناسب. أما لما أجي أستخدمه في عمل باستا مكرونة بالبشاميل أو لازانيا أو رز بالبشاميل اللي فيها نشويات، فالبشاميل بتاعي هنا يكون خفيف، لأنه هنا طبعا هيكون في تنسيق، اللازانيا محتاجه ان هي تستوي فالبشاميل يكون خفيف. حابب اشرح القاعده دي علشان يفضل انك انت ما تسلقيش اللازانيا وانت بتعمليها. فانا عامل بشاميل هنا حضراتكم كده على الشاشه اهوت خفيف، ده الوايت صوص. نبص على القوام بتاعه كده واحنا شغالين، دي اول حاجه اهو، عباره عن دقيق وحليب وزبده، دقيق وحليب وزبده بالقوام ده كده، ده خفيف اهو زي الوايت صوص بس تقيل شويه. حلو الكلام، دي اول خطوه. الخطوة التانية هنشتغل في الايه؟ في السي فود. طاس على النار، بنحط شوية زيت زيتون مع مكعب من الزبدة. عايزة تعرف ساجدة تعمل ازاي عصير الليمون وما يبقاش ممرر. رقم واحد بنختار نوع الليمون اللي نعمله عصير، في ليمون صغير كده ده بيبقى طعمه حلو، الجلدة بتاعته بتبقى مسكرة ما بتبقاش مرة، دي رقم واحد. وما نجيبش الليمونة الصفرة نعملها عصير، نجيب الليمونة الخضراء. ودايما المرار بيجي من عود النعناع الاخضر لما بنحط العرق بتاعه. العرق بتاعه هو اللي بيمرر العصير الليمون بتاعنا. والبذر اللي جوه الليمونه برضو بيمرر العصير بتاعنا. فيفضل ان احنا نرفع البذر من الليمونه قبل ما نحطها في الخلاط يا ساجده. انا بنزل باول حاجه بالكاليماري او السبيط. ايه اللي بياخد وقت في النار يا عم الشيف؟ كاليماري او سبيط، عشان كده اول حاجه حطيتها الكاليماري او السبيط بالشكل ده كده متقطع كريهات صغيره علشان ما تبقاش الحاجه كبيره جوه اللازانيا. واشوح الكاليماري او السبيط ده كده مع البصله والتومه وشويه الزعتر المحترمين. بعد التشويحه دي بنزل بالجمبري وبعدين الفيليه. وانا شغال. حلو قوي الجمبري الكريسبي. علشان يتعمل ايه؟ يفضل طبعا ان احنا بنجيب الجمبري الصغير، كبير او صغير سيان مفيش اي مشكله. لو جبتيه بالقشر طبعا بتشيل القشره بتاعته، وفي الاخر بتخلي الراس بتاعت الجبريه والديل عشان تبقى شخصيتها. وانا عملته قبل كده وعشان خاطر ساجده صديقه البرنامج وكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني وانا بحبهم، هنعمل لكم الجمبري الكريسب ان شاء الله الحلقه الجايه. هنا السي فود بتاعي اللي هو الكاليماري او السبيط على النار كده، شويه زعتر محترمين، شويه فلفل اسود ده الطبيعي بتتبل. انا استنى على السبيط بيستوي شويه. الملح بتاعنا والزعتر، ممكن تحط روزماري برضو حسب الرغبه زي الفل، واخليه يستوي كده. بيسالوني في الكنترول السي فود ده هياخد طماطم ولا هتعمله ابيض؟ والله اختياري بقى، انت بتحب الطماطم وتحب صوص الطماطم جوه اللازانيا اهلا وسهلا. يبقى احنا عملناها كده زي البولونيز، عايزينها بالوايت صوص تبقى بالوايت صوص. حبينا بايه يا عميري؟ بالوايت صوص. حاضر، يعني هي الاثنين كده اترفدت يا عميري. معانا جمبري لحم، عود روزماري قابلني في طريقي بحطه. ده جمبري لحم بنشتريه طبعا، ده يا اما بنشتريه مجمد يا اما بيتجاب طازه من حلقه السمك. ده دايما بنستخدمه في طبق شوربه
رز بالجمبري، الاطفال الصغيرين بيحبوه لانه لما بيتعمل مقلي كريسبي بيبقى حلو قوي على فكره، وانا هعمله لكم ده على فكره يبقى حلو كده. انا ايه حطيت كل السي فود كده اهو، اقلبه التقليبه دي كده سريعا. عايزينها بالوايت صوص عينيه، نقوم نعمل ايه بقى؟ انا عايز ده يستوي. جمبري اول حاجه، الكاليماري اسيبه لغايه لما يستوي تقريبا، وانزل بالسمك الفيليه المتقطع والجمبري، ده ما بيخدش وقت كتير في السوى. التوابل حطيناها زي الفل، معايا كمان عود روزماري بالمره. انا عايز طعم اللازانيا ده يبقى طعم قوي من غير ما احط طماطم، اعمل ايه بقى؟ شوفوا بقى الكلام الحلو ده، خبره طهويه. عندي هريسه حمراء، عارفينها دي؟ دي مع السي فود بتدي طعم قوي جدا. ما هيش سبايسي خلي بالك، ما تخافيش. وانزل بشويه ميه مغليه واسيب السي فود ده يستوي شويه. ما حطيتش معجون طماطم انا اللي ما خدش باله، دي هريسه حمراء. واقلب الخليط ده كله مع بعضه واسيبه يستوي. حلوه، الله على الريحه الحلوه. هو ده العود الروزماري ده، انا هرفعه بعدين كده. حطيت التوابل، ملح وفلفل اسود وزعتر وروزماري، بصل، ثوم حمرته في زيت زيتون، اسيبه يستوي على النار كده. بدعمها بمكعبين من الزبده لان السي فود ده مهم جدا على فكره. ما نقف محطه هنا ونسمي المحطه دي محطة الإبداع والرؤية والفن. بتقول إيه؟ بتقول لغاية هنا هو طاجن سي فود، يعني لغاية هنا نديله شوية كرفس حلوين بنحطه في قلب الطاجن، سلايس طماطم بقى طاجن سي فود، بس عشان نبقى عارفين إيه القصة. لغاية هنا ممكن نعملها بايلا من المطبخ الأسباني، هنجيب شوية لسان عصفور مع معلقتين معجون طماطم وفي قلبيها ونقلبهم، بقت إيه؟ بايلا. دي كلها محطات اسمها محطات الرؤية والفن والإبداع، اللي هو المطبخ كله موصل لبعض زي ما بيقولوا يعني. حلو الكلام؟ طيب الوايت صوص أخباره إيه؟ جاهز، القوام بتاعه جاهز. بنجيب اللازانيا بتاعتنا والكاسرولا أو البايركس اللي إحنا هنعمل فيه. الطبيعي بتختار الحاجة اللي أنت هتقدمها على السفرة، لأن اللازانيا ما ينفعش إن إحنا بعد ما نعملها نغرفها، بنخليها زي ما هي، خلي بالك. وهنيجي على البلانشة دي كده، حابب أعمل حاجة حلوة للسلة، بحطها هنا كده عشان نلفها مع بعض أهو. بشيل ده من هنا كده وأخليهم حلوة، وتعالوا مع بعض نطبق اللازانيا وإحنا قاعدين كده بنتسلى مع بعض. حلوة أهو. اخبار السي فود ايه؟ استوى، والبشاميل معايا، وهاجي هنا كده يا عم الشيف واشتغل. معانا لازانيا، جبنا اللازانيا دي من السوبر ماركت، شايفين الصوت ده اهو؟ حلو، بحط شويه بشاميل، شايفين البشاميل الخفيف ازاي؟ ما ياخدش بيض، حذاري تحطي للبشاميل اللي هيستوي فيه اللازانيا بيض. وارص اللازانيا دي كده زي ما انا شغال كده. حلوه، ونلفها كده. الله عليك يا شيف، شكل هندسي. حط واحده هنا كده وواحده هنا كده، حلوه قوي. ناخد السي فود بتاعنا، اللهم صل على النبي. شايفين السائل ده كده؟ انا عايزه الشوربه دي، انا عايزها اهو. حلو، ناخد من الشوربه دي نحط هنا كده. شفت الجو ده كده؟ الله عليك وعلى والديك. نرفع العود الروزماري ده، انا مش عايزه، ونخلي ده كده على جنب. شوف انا بعمل ايه دلوقتي، انا بحط اللازانيا بالشكل ده كده، وبسد الفراغات بشكل مستطيل، شكل هندسي كده زي ما انا شغال. باخد بشاميل تاني اهو، احط شويه كده، والمره دي هيبقوا الاثنين بشاميل وسي فود. الله.
كل الميه اللي انتوا شايفينها دي والشوربه دي او السائل ده عموما سموه زي ما تسموه، ده طبعا هيختفي مع تسويه اللازانيا. انا محتاجه علشان اللازانيا هتغلي دلوقتي، ومش هنزل عليها باي نوع من انواع الجبنه اذا انا حابب احط جبنه الا لما تستوي. خلي بالك كل ده مع بعضه. حلو قوي. معانا كمان اللازانيا زي الفل، تمام اهو كده. اللهم صل على النبي. كده الشكل الهندسي ده كده اهو. الله عليك يا شيخ، الله عليك وعلى والدك. اهو تمام. مش هحط هنا بقى حاجه تانية غير البشاميل بتاعي. شفتوا اللازانيا اتعملت ازاي؟ سهله خالص، على اسهل اكله. انت لما تعرفيها هتعمليها كل يوم لجوزك، هيقول لك خلاص احنا ملينا من اللازانيا. ده بكون الشيف المغازي ده هو ده. السوائل اللي احنا شايفينها دي كده، سواء بين الطبقات وبعضيها، البشاميل الخفيف ده كل ده هيختفي دلوقتي. بننزل بالبشاميل كله زي الفل. طب يا شيف مغازي الله يخليك، ساعات يعني السائل بتاع اللازانيا يعني المعيار تقل معايا، اللازانيا ما استوتش لسه والسائل ده نشف، اعمل ايه؟ وارد. في الحاله دي يا ست الكل بتغلي شويه حليب على النار. المعلومه دي لازم اقولها قبل ما تخش النار، لان المشكله ممكن تواجهنا المشكله دي على فكره. ايه هي؟ انا حطيت كل ده في الفرن وجيت اشوف اللازانيا لقيتها لسه نيه ناشفه بتقطم، اعمل ايه؟ عايز اخرجك من المأزق ده. بتغلي حليب على النار وتتبليه عادي خالص، وتاخدي الحليب ده كده براحه خالص، بتحطيه في الاطراف، ما تحطوش على الوش، في الاطراف لغايه لما ينزل في القاع، وغطيها وادخلها الفرن. ايه الحاجه الكيميائيه اللي هتحصل هنا؟ ان الحليب ده لما يغلي ويتبخر جوه اللازانيا هيسوي لك اللازانيا كلها. يبقى انت كده خرجت من المأزق وحليت المشكله. درجه حراره الفرن عندي 180، نصلي على الحبيب قلبك يطيب. هناخد اللازانيا بتاعتنا ندخلها جوه الفرن. ناخد الصينيه دي نخليها هنا، وناخد اللازانيا بتاعتنا كده. اللهم صل على النبي. يلا بصي لي عليها كده، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده سي فود، تشكيله ثلاثيه مع طبقات اللازانيا وايت صوص، كل ده مع بعضه في قلب الفرن. تعالوا مع بعض نطلع الفرن مع بعض بسرعه. اللهم صل على النبي. اللازانيا جاهزه اهي. الزيت لما نحط فيه ليمون، مخرجنا عايز يعرف ايه قصه الليمون دي. مش هنشم ريحه السمك خالص، ولا الجيران ولا الحبايب. اللهم صل على النبي. اللازانيا